شي في بالك جد عليك هو انا نسلمك نعم شقولك في ساكي جديد هذا هاو تقولش عليه طايح من كتاب التاريخ بالعربي قديم برشا يا خدوجة يثبت على عهد الزازية الهلالية هذا يا حسرة عليك الساك كله فغي كوير أبعا جلد كل شي جلد كركدن ولا جلد جنرقت ننصحك حاجة خدوجة كي تجي ماشي الحمام هزو معاك هذا تنجم تعملو كاسة عايا شنو يزيد شتوى خدوجة رد بالك تمشي من باردو راهو جميعة المتحف ينجمو فكولك الساك ويحطوه بحذا قنديل حنا بعد وسكدوا بتاع الليسة اي صحيح واللي تفهم في الموضة جاية من حي المدفونة وتحكي على الموضة هذا اللي انت حقرته ومش عاجبك شريته من حنوت في البحيرة معناها في اللاك ما كتعرف غادي تقولش عليك في قلب باريس على بعد 50 متر من محطة الكار الصفراء عادة باش تقولي لينا انا كنت كل نهار السبت نمشي نعمل دورة في اللاك اما حلفت ما عادش نحط ساقي غادي علي اكن نهار عجبني صبات في الفترينة ما هو مش حاطين فوق السوق حشمو سيء كبير دخلت سألت الفوندوس وما نحكي لك شيء واحدة مطهتشة تقول جبدة شعرها عند الحداد وقصتها في الفرجي هابطة على خدها ومخبشته عرفتهم عرفتهم أكل يبديو يمضغوا في اللوبيع ليه يا ليتو يا ليتو هذيا لا حزام لا كتاف مصفارة مصفارة وشعرها بالأكسجيني وبالضعف قريب تتقسم حسيلو كان تقوم تكنس ما عادش تظهر من وراء المصالحة والكلها مقرطة في نص متر قماش يا خاتي شنية هذي خليطة ولا صنيعة ما وين من الأولى كي كانت خايلة صنيعة تي منكاك اللي يحطوها في البوتيك يا خير إلا تحركت وانا ما نحكي لك شي بالفجعة شعرها لتحت ساكتة القفت روحي وقمت سألت على حق الصبات يا اخي حقرتني عاد انت يا وخيتي هيتك متاع واحده ضربها صبات مش باش يشري صبات من لاك حتى هي على هذيك هزتني وحطتني قالت لي اني هو منهم اللي مدابب من القديم ولا المربع شو اللي مدابب من القديم ولا المربع قلت لها انا اللي مدابب في الوسط اللي بحذا التميق اللي يلصف وشليك الطالع شليك الطالع اي شليك نتاع بحر وقدمها مسمار تي هي حبت تنبزني حاسيلو قزمت شفايفها وحاطت اللوبينة تحت لسانها قالت لي سي بوغيا 170 دينار باكا قلت لها اه قديش يا مدام قالت لي 170 دينار اوكا انا من غير ما نتنبز استويت روحي وعقدتها وسالتها قلت لها النجم نخلص بالتسهيل يا مدام خليتها مشيت سألت عرفتها في البورتابل ورجعت قالت لي تخلص على شهرين ولا ثلاثة يا اخي قلت لها لي دابا نخلص على 170 شهر وكل شهر نعمل لك فيرمو بدينار هي ماي مصفارة زريقت يا للا زريقت بالغزول وين وقتها مشيت متفرهدة ايا شنو ابو العز البلاد الكل عامله صندل اللي انتي في شنو وسيل هذه توا بربي تحبي نعمل سولد في الفارينة وحكوك السردينة يا حتشبي تهوم التاكسيات عاملين سولد البارح واحد تاكسيست وصلني راس الحي وما حبش يدخل بكرهبته للبيست قال لك عامل سولد اي وانت شن دخلك في البيست من وقتاش تروح لدارك بالبيست ما هو كي كان الحي متاعنا جديد كان عندنا كياس يا اخي ظهر لي اكتشفوا كنز تحت منه ها وجماعة الصنادي يحفروا باش يعاودوا الاحلاق وجماعة ستيك نساو كابل المعري وجماعة البوسة يحبوا عاديو فاكس يا اخي كثر تحفروا الفسيات تعرف شكون من نعلم الورطة هذه كلها؟ اي الله يرحم والديه جماعة البلدية يا اخي عملوا لنا بيست جديد ما انا رصت لكم في الصيف غبابر وفي الشتاء طبيعي يا ولدي راهو مش منهم من المقاول كي بعنا عمل لنا سول نحنا 30% من زفت الكياس حشاك و40% من بطوات الضوء النتيجة الحي ضهيس شفت علاش انا ما نحبش هالحكايه السوليد هذيا خاطر السوليد يطيح القدر ما بين البايع والشاري لكن يا عبد العزيز هذا ما يمنعش انك تعمل سوليد ولا راك مش تخسر الكليونات بتاعك الكل تو بربي سي الهادي يدي بوستاجي تو من وقتاش وليت تفهم في الكوميرس قل لي زاده انت باش تولي تعمل سوليد في بيعانة نابر زاده اوه يتولك يتولك ربي بالله اشطر الجوابات فرقتهم نسيتي في امكانياتي وديما تشدني انت بحكاياتك ما اكثر حكاياتك هي بخاطرك بالسلامه هادي
صباح الخير عرفي. صباح الخير اشكي عرفي؟ جيت نقول لك اللي اليوم عيد ميلاد اللي غرت اللي خديناه في مولد عملاه ولا ما حبش يتباع. انا هو نسيت اللي جاك على خاطر الراجل قال لك عندي معمل بتاع ياغورت بالافوكادو اشريه تو يخرج لك البطاطا. عرفتوا كلي مطعمه بالجناويه ولا كيف؟ يا عاد ما تحبش تبيع ما عبش تبيع تو رجعوا للمعمل. وينك راقد يا عارف؟ المعمل سكر وملاه قايد فلت. اشنو رايك نعملوا له سولت؟ اوه من حكايه السولت بقلت لك مانيش عامل سولت معناتها مانيش عامل سولت. ما تغشش يا عارف بالطريقه ذي راهو بتهرب علينا اتليونات بصحه الراس بتاعك. شنو صحة راسي؟ يا اخي نسيت اللي انا عارفك ولا شنو؟ يا سيدي ما لا بالله لما نعمل صولت في شهريتك ب 50% اخرج عليا. هو يا اخي فطرت؟ كليت كعيبة ياغورت وطرايف جبن وخبز. علاش ما سنيتنيش؟ يا بخيتي جعت مش نورمال اليوم. يمكن على خاطر ما عندناش كليونات والوقت طويل عليا جات. تحبش طاجين ملسوقه؟ تحبش بنادق؟ تحبش كعبتين عظم؟ ساك هذا ولا كوجينه؟ ترى خنشوف. يزي خلي شوف نركز على الطبيخ. تضحك؟ الساك هذيك رحمة قد ما نحط فيه قربج وبقي يرفع. اي لا والله لا تخوها اللمجة. صحة وفرحة الحمد لله. اي كلمة لمجة منين جبتها؟ لقيتها في قاع الساك الانتيكا نتاعك. رد بالك يا خدوجة تقولها هالكلمة هذي قدام جماعة الآثار يخطيوك ويعملوا لك تمبري في القبادة. يا حسرة عليك ساك شريته سولدي ب 50 دينار. سارة هو سولدي هذاك علاش هو ساره سنيه طايحه وعامله حياصها. لافاريات البريمه ما تلقاهم كيف في السولد. يظهر لك الحاجه اللي تلقاها في السولد اعرف راهي عامله العروق ومطلعه الشيب. وقت السولد لحوينه الكل يخرجوا السلعه على الرشيف مسحه غبره ويعملوا الصوم في اثنين ويعملوا تخفيض 50%. هو ما تقوليش صافي شريته بسومه القديم. كان ما خذيتوش اغلى من سومه النورمال. كون انت ساكك مسموع من وقت اللي التجار ما يتعاملوش بالفلوس يتبادلوا السلعه. اش معنيها؟ تاخو قمح تعطي عظم، تاخو زيت تعطي فارينة، يعطي مريولو ياخو بطاط على جنابه. فهمت؟ مثلا انا نعطي الساك ناخو صبات. انت تعطي الساك وتعطي على ساقيك خاطر كان يشدوك بيه لما يتهموك بتهريب الاثار. يزيد شتوى والله تم قطع طروف طروف. لي عاد خدو جاي زياد. ديش بيك اليوم زاد يا اخي عارفه مزهل متغش عليها. شو مدخل عارفي في الحكايه؟ شتي توا هاي قلت شو تقطعوا طروف طروف طروف. ليه يا ودي باش تقطع الساك مش عارفك؟ ما ولا بهيجه كرهتني فيه وخرجتولي من خشمي. لا عاد ساك خلقه ذي منين ذي؟ ميرسي. لا ايه دونا نقول ريحه منين ذي كيتو يعوق وعدو. والله كرهتوني فيها ساك ما عادش قلت واحد ايه عاد مع الخدوجه يزيد يا خدوجه باش تخلينا وحدنا احنا والساك يطلع شي يقدم بلا بيك يا بنتي هيجه. ليتي لو عينيك نور عيني مش تهمنا السلعة اللي قريب تفسد هي اللي تحطها من قدام. يا عارفي يا عارفي الكليونات ولاو فايقين ما عاد يهبطوا كاع على السلعة اللي مخبية لتالي. حسب رايك انت توا ما يقضيو من عندنا كان العباقرة أينشتاين وخوه هذاك علاش السوبرات نتاعنا قاعدة تغص بالكليونات. عارفي كان جيت عامل السولد راهي السوبرات نتاعنا بالحق تغص بالكليونات. شوف السوبر مارشي اللي حلت قدامنا جديده عام 12 شهر وهي عامله السولد. قول انت نطيح للسولد فماش ما تتحرك الخدمه؟ يا عيني عليك يا عارفي لازمك تطيح وتطيح في السوق. تاخذ مثلا السلعه اللي قريب تفسد تطيح لها في سوق
تاخذ ورقه كبيره تعلقها في الفاترينه وتكتب عليها بالاحمر سولد، تجي تحتها وتزيد تكتب انخفاض هام يصل الى 80%، وبعد تزيد تكتب بعد هذه ما عادش سولد هذا ولا تحرير متاع انشا. تزيد تكتب ورقه اخرى عرفي وتكتب عليها اسوام مدهشه انخفاض هام اسوام الدوخ، وهكاك الكليونات من الفترينه يدوخوا. حلوه فاستك يا عرفي، تعرف كيفاش؟ زيد ورقه اخرى اكتب عليها صاحب المحل يهدي نكته لكل من يقضي اكثر من 20 دينار. وش قولك انا لو كان زيد ورقه ثالثه في الفترينه ونكتب عليها صاحب السوبرات يبحث عن عامل جديد عوضا عن معز المطرود؟ صباح الخير. مبروك المربل، مبروك الساك، يقتل يقتل يقتل. مش هكا خدوجة، هذي آخر صيحة باللموذة. إذا تضربي واحد تقتله. ساعة قريت في المجلة قالوا السلام يلزمناش نخافوا من الألوان. هذو ملوان بوسعدية. طلعت قد خذيت بالملي من رمزي، خذيت وبعدت يدك دينارات، يعني ب5000 بركة يا كاملة. عليه خذيته بسولد؟ ليه شريته بسومه الحقان أنا من الفريب. مش قلت آخر عيطة في اللموذة؟ يا أخي ما تعرفش اللموذة دخلت للفريب قبل لحوانته. سردين هذاك ب500 برك ليك انت بابا. هيا زعما مازال باهي؟ شو باهي؟ كان ما عجبكش رجعوا نكبروا عليك. هيا ولدي هيا دوروا بيا حوايج بيتي. عزوز زعما هتمني يولمني؟ شو يولمك؟ هذاك ضربه ضربه عايش اختي برمشي قيس قبل ما تجري. هيا ولدي هيا من عند عزيز. يا ولدي يا عرفي عامل سولد ولا سوق دلال؟ يا معز يا بنين يا معز يا بنين حاسين والفكره نتاعك طلعت سوق دلال. هيا يعرف السولد عنده قواعد وراه مش كيكة. يا أنا قاعدة وأنا واقفة بتاعك الكل ضربان لوكة. ما بنوا البسكوي ما أنا نصبح الزيتو من نصبة الصابون الأخضر وش كيكة. ملا طلعت طلع بها معز لعرفكم. ما دبرناها كان احنا لا تنظيم سلعة ولا مسحة غبابر. يا بنتي سولد به للناس الكل، للي يبيع وللي يشري. على ذكر السولد عندي بنت خالتي متعدي عجبه سروال في فترينا دخل قاسو يخي القاعد طويل عليه، قال من المحل نجم تقصلي في العطفة يخي، قال له استنى السولد طول عملك تخفيض بالمقص. اوه يا وحيتي هات حكايتك فيهم اضمارة متاع سولد 99%. شفتوا الفضيحة في الحانوت اكداس والناس تفرز؟ عادة كان عرفتها كراني قاعد نخدم في الحفصية على الاقل قريب الحومتي. ما هي كلها جرتك يا بنتي، انا وصيته باش يعمل سولد فينو وريقات ملونين ويعلقهم، مش نصب نتاع بسكويت مفتفت وعظم حارم مشقق. ساعه انا عمري ما ريت عرفي شيخ كيف اليوم يضحك من الوريد للوريد. هذاك الذكر اياماته كيف كان بريح في فرنسا يا اخي، مش كان هبط في سوبر مارشي كبير؟ اي من نهار لحد نهار راحته كانت عنده نصبه في الجرانه بتاع باريس. صار فما سوق الجرانه في باريس؟ ايوه عندهم زوز اسواق. ابو عندهم سوق الجرانه ويقولوا له غادي بلفي، وعندهم سوق سيدي عبد السلام ويقولوا له برباس. كي الفرنسيس بيدهم ما يدخلوا الغادي كان بالفيزا. الحاضر يقول للغايب
أسوان في متناول الجميع يا عبد السميع. السلعة الممو ما تلقاها كان عند ولد أمه. عندك سباكيتي نمرو اثنين؟ سباكيتي نمرو اثنين؟ عليه أخويا ما رقيتش في الكتس الكبير؟ ليه؟ آه لازم طيدوفة. خذ نمرو ثلاثة، أنت تحطها في الماء وهي تشرب. حتى النمر ثلاثة ما فماش. اه على غالب. خويا خذ سباكيتي من النمر واحد، هي تدس مطر وتتحل بطبيعتها تتولي نمر اثنين. غيرك يا سادة، هاكل لي تخشير في اللغة نتاع السولد. ما دي برا جبت نجري صبات، هذا الصبات اللي عجبني لقيت فيه كان 43 وانا نلبس 45. بول الحانوت قال لي البسوا تحل يا اخي، تحل شاطي في سقايا. عزايز بليك شفت من عندك حكة طماطة كي روحت للدار وحليتها نقاها مخضرة ومخزة. آه هذيك لازم طماطم خضرة معجونة، ما جمش تبدلها. لا احنا في الصولد هوني لا نبدلوا لا نغيروا لا حد شيء. آه عزايزي ولا تسمى غشة. اها سمحني بلا شريت من عندك حار عظم وطلعت لي حارمة. بالله بالله الساعة الدجاجة اللي بطتهم حلفت لي وتكتفت لي اللي هما فريشك. بالله بالله والله وين زاد شبك حليب؟ يعني رايك؟ رايك يعمل كسكسي. ولا تتبك الزبدة يا أخي طلع سمن. سمن؟ يعمل كسكسي زاد أنت ولا أدن بها دجاجة. والله ما هو معقول هكا غشي هكا مش غشينا هذا تو جايب هكا انا مش شريت شي. اسمع ها نقول لكم، انا يا سيدي بن سيدي نبيع في السلعه الفاسده باش نكسر الاسواق، اللي عجبه عجبه واللي ما عجبوش هاكا يمشي يشكي. ما حبيت اقول لك ما تقول لي لا نقول لك شنو صعبه جديده باش نحلوا في الهضره انا وياك. اي هز صاحبك واخرج ولا ترى كان نسخ نتاع شد نعجبك في بعض شكون كنت شكون يان ما تعرفش انا الكارتور تعرف وين هو يقول لي على واحد ونشد ناكلو ببيبي نشنيه راهو معناها ما يزيش تغشو زيد تضربو في الحرفة. يا سيدي نغشو نص وزمرنا في بالو واثق من روحك يا ولدي واثق مش شد نعملو معاك مراقبة الاسعار. وين مراقبة الاسعار؟ انا هو معاك مراقب اسعار وجاي نثبت معاك فاتوراتك خاطرك ياسر تطيح الاسوان. على هذاك الشاكين فيك تشتري في السلعه الفاسده. ربي سامحني انت يا ربي سامحني ثبت لي روحك انت مراقب تاع اسعار ولا تعس على السلعه الفاسده. آه عندك الحق 100%. وعلى هذاك جبت معايا مراقب الصحه والنظافه وعندي زادة صلوحية نتاع عون بلدي ونجم نقول لك اللي ممنوع باش تستعمل جارد كار. مالاش مقاعدني انا هوني تو نخليكم بيناتكم تخدموا على بعضكم وربي يعين. هاجي لهنا هكا يفيبني باش تخليني وحدي دخلت على بيرو الجو قبل ما يسكر. زادة زادة هاو مولا العميل شعر على شمعونا الحنوت بسولد بتاعو. لا يا للا انا ما دبرتش على عرفك قلت يشري السلعه الفاسده بختف ويبيعها بشتر السوم. كي تجي تشوف الحق الصادق هو مولا العميل شعر على عطات ريحه لجميعه الرقابه. هذاك من صغرته يحلم يحب يولي بورتي نتاع بواطه كي شاف المشكله سلطن وهاجوماش. خديجه وبهيجه تصبحوا على خير. صباح على خير عرفي سي معز وسي صادق ما تخرجوش. معز توصي حاجة لداركم بهيجة. يا سيدي انتوما الزويز باش نعديكم على مز التأديب. مز التأديب؟ نعم مز التأديب متاع السوبرات اللي انا رئيسه والمحامي متاعه ومدير اللجنة.
انا لجنه يعرف. اسمع انت اسكت خيل كرقع تغرق في روحك. باهي نسكت ما قولي شعملت. شعملت انت ساعه على الدباره الهايله نتاعك تاع حكايه السولد هذايا، عندك 3 ايام منقوبين من الشهريه، وانت سي صادق على العبارات الهايله نتاعك قدام جماعه الرقابه، عندك زاده 3 ايام منقوبين. لا عاد عارفي هذا ظلم. شنو ظلم؟ ما قلتش انا ظلم اللي باش ندفع 10 مرات قد اللي ربحته في السولد خطيه؟ والا نحمد ربي اللي ما شمعوا ليش السيبرات. الواحد يقرب السيبرات يجمع له راسه. صحيت صحيت يا سيلباندي، زيد بصيني انت، زيد بصيني. ولهذا كما قلنا عندكم الزوز 3 ايام منقوبين من الشهرية. اللهم اللهم تطلبوا السماح. سامحني حتى انا سامحني عارف. ها كي طلبتوا السماح طاح الكف على ظل وفيها كل شيء، نرجعوا المياه لمجاريها ونقلبوا هالدوسي. اما تبقى شنو عندكم 3 ايام منقوبين من الشهرية. ما حقناش طلبنا سماح، على الاقل واحد كي يتعاقب يتعاقب بكرامته. سامحني يا سي صادق نسيت ما قلتلكش غدويك باش نبعثك لجماعة الرقابة باش تخلص لي الخطية. وليه انا عرفي رم تحلفي فيا بعد اللي عملته فيهم. هذاك علاش باش نبعثك انا. خليهم يشدوا يتحماوا فيك يهضدوك بطريحة فماش ما يبردوا وينقصوا لي من الخطية. غدوة باش ناكلها انا.